بس وين قلبك انت؟ في وجع مطرح ما انت سكنت، صرت حس الاه تسلاي، وصار الوجع يحكي عالمراي، وصار البكي بعيني انا ما الو غاي. هو بموت اولك كلها موتي، متت بلكي بيجرحك صوتي، وبتصير متلي بالهوى تذكار، وتبقى لوحدك ترسم نهاية. وتموت أولك كلها موتي، متت بلكي بجرحك صوتي، وبتصير متلي بالهوى تذكار، وتبقى لوحدك ترسم نهاية. عندي قلب تيحس غني، ولا عاد في عندي دمع يكرش بعيني، سرقت الوقت مني أنا بكيت عيني، دوق الوجع متلي أنا تتفهم علي. بجرحك صوتي، بتصير متلي بالهوى تذكار، وتبقى لوحدك ترسم نهاية. موت أولى كلها موتي، وبتصير متلي بالهوى تذكار، تبقى لوحدك ترسم نهاية. سيما أنا كثير بحبك. وأنا بحبك. يلا ان شاء الله تطلع الشمس. لا شمس شو؟ ما رح نتغدى ما جعدة؟ نروح على الكافيتيريا تبعت الجامعة؟ تفضل. مرحبا استاذ. أهلين مروان، تفضل. تفضل. الآنسة سيما طلبت منا أن نركب كاميرا بمكتبك. شو عم تحكي؟ أنت أكيد غلطان. لا أستاذ، ماني غلطان أبداً. ما في تركيب كاميرات ولا شيء. هلأ بتطلع أنت وياه بكرامتك أحسن ما تطلعوا على طريقتي. ها؟ من بعد أمرك أبو طارق، أنا لازم نفذ الأوامر. ست سيما عطتني أمر أني ركب الكاميرا وأنا رح ركبها. روح إلا للي عطتك الأوامر أنه أبو طارق ما بده يركب كاميرات، وإلا بيقلب الدنيا فواني تحتيني، فهمت؟ يلا روح. من فضلك ما في داعي للتهديد. ما أنت بتقلي إذا في داعي للتهديد ولا لا. بعدين أوعى أوعى تتطاول على سيادك، فهمت ولا؟ عفوا؟ احترم حالك أبو طارق. لك بل عفوا بلا بطيخ، خلا اطلع برا، طلع. وأنت الحقه كمان العمى، ما راح اخلص منك ومصايبك. كاميرات قال تركب لي كاميرات، هيدا اللي بعد ناقصك. شي غريب.
ولا مصيبة هاي. جن علينا وتصرف بطريقة بلا أخلاق بالمرة. ما عليه، حقك علي. انت شو عم تعمل هون ولا؟ أبو طارق اوعى تغلط. استاذ مروان ما خصه، أنا يلي بعته. يا بتقعد مثل العالم والناس كرمال نتفاهم، يا بتطلع برات الشركة. عم تشحطيني؟ ايه عم بشحطك. إذا ما بتحترمني وبتحترم موظفيني، أنت ما بتلزمني. طيب شرفي لنحكي. تعتذر من استاذ مروان بالأول. أنا أعتذر من هيدا؟ شو بيه هيدا؟ هيدا مهندس الشركة ويمكن عنده خبرة قدك وأكتر منك. اعتذر منه عمول معروف. بس أنا أبو طارق، أنت غلط بحقه كتير، اعتذر. بعتذر استاذ مروان. ماشي تفضل استاذ مروان. في افهم ليش بدك تركبي كاميرا بمكتبي؟ القانون بده يطبق على كل الموظفين يا سيد ابو طارق. بس انا ما بتراقب يا سيما، انا مثل ابوكي، ابوكي صديقي وشريكي، بعدين نحن رح نصير نسايب. بعد ما صرنا نسايب بس قريبا رح نصير. بالاذن منك ست سيما. يا استاذ ابو طارق، ليه انت عم تعتبر انه تركيب الكاميرا بالمكتب عندك هو حتى تترقب انت؟ مكتب الست سيما وانسرق، يعني الشركة مخترقة، يمكن بكرة ينسرق مكتبك، مش لازم نعرف مين؟ عندي ما بتركب كاميرا. الكاميرا بدها تتركب، عيجبك أو مش عيجبك. طيب مثل ما بدك ركبيها، لأنه أنا ما عندي شيء يتخبى، أنا عندي كل شيء على المكشوف. كتير منيح. فإذن استاذ مروان روح شوف شغلك. حاضر. شفت يا ابو طارق، قلت لك القصه ما بدها هالقد هينه. بالاذن. اذنك معك. ابو طارق، هي اخر مره بسمح لك تفوت على مكتبي بهالطريقه، مفهوم؟ يا استاذ ابو طارق روق، ما بدها كل هالقد. خليك بشغلك. عن جد يعني ما بدها هالقد؟ قلت لك خليك بشغلك. طيب. لا ليك جيبها هيك شوي، بس بتلقط احسن. فرجين. ايوه هيك بتكشف المكتب كله. مزبوط. ايه هيك حلوه. عفوا بس شوي. شو ما خلصتوا؟ بلا خلصنا. طيب يلا يلا شد حالك شوي. يلا بالإذن عزبناك. يلا خلصني. هيك لك أنا يا سيما. ماشي، أنا بعرف كيف بدي أتصرف معك.
معلم. اهلا وسهلا. كيفك؟ شو جابك هلا؟ بدي حسابي يا معلم. ولك روح خليني اشوفك برا بعطيك مصرياتك. روح ما حدا يشوفك. يلا ظهر. يا اهلا وسهلا. ما تطول علينا الغيبه. ايه خليني اشوفك. يا اهلا وسهلا فيك. شو جايبك تعمل هون؟ شو جاي تعمل هون؟ لك شو مجنون انت؟ كيف تجي لعندي على المكتب بدون ما تخبرني؟ بدي مصاري بعد ما حسبتني يا ابو طارق. اي مصاري؟ ليه انت جبت لي الملف اللي بدي اياه؟ ليش الملف كان بالمكتب وما جبته يا ابو طارق؟ برمته زاوية وزاوية وما لقيته. طب خلص اسكت. طب سكتني واعطيني مصاري. خود اسكت. مع انك ما بتستاهل، انا كثير زعلان منك. وهذا المكتب لإني ساعة اللي بدك تجي لعندي فيه وأهلا وسهلا فيه. ما قلت لي ما إجي لعندك هلا. هلا مش هلا، بعدين بتغير المواضيع بتصير الأمور كلها تغير. عرفت كيف؟ الأمور كلها شفت هدول الاثنين اللي كانوا بعسيمة؟ إيه شفتهم. بدي أخلص منهم بأي طريقة. يا عمرك إمتى وكيف؟ أنت قطعت الهم إمتى وكيف؟ أمن لي مصاري واترك الموضوع علي. خلصني منهم وخود المبلغ اللي بدك إياه. بس معلم أنا ما رح أكون وحدي، رح أجيب معي صاحبي، صاحب مشاكل وخدمة كتير بحياتي. جيب اللي بدك إياه معك وعندك حساب مفتوح، بس خلصني منهم بسرعة. بأمرك معلم. يلا يلا. بأمرك معلم. يلا روح على شغلك. يلا سلام. خلصنا بقى كذب ودموع تماسيح. خلص ما بقى تبكي قدامي، ما بقى تبكي. لو قد ما بكيتي لا رح سامحك ولا رح اعترف انك امي. اوعى تفكري اني راضيان على المصاري اللي عم باخذها منك، بس هلا مجبور. بعد ما اتخرج لا بقى تشوفيني ولا تسمعي صوتي. لا حسام خليك معي. ما بضل معك، معك ما رح ضل. رح اعرف بي وين ورح روح لعنده. قلت لك بيك مات. مات. لك واهله وين؟ اهله برات البلد، اهله مش من هون. لو باخر الدنيا رايح لعندهم. المهم ما ضل معك، ما راح ضل مع وحده مثلك. سهيلة مصيبة. روقي حبيبتي روقي، إلا ما تنحل. كيف بدي روقي يا سهيلة كيف؟ ولا دكتور قبلان يعمل العملية، نسبة نجاحها 5% بس، فيها خطورة كتير علي. شو بعمل؟ احكي مع بيو. ليش أنا بعرف مين بيو؟ عملت حساباتي ما طلع معي، ما طلع معي شيء، ما عرفت مين. خلص ما بعرف، لازم تلاقي لها حل هالخبرية، لازم تلاقي مهرب. معك حق، لازم نلاقي حل. خلص خلص لقيتها. رح احكي مع ابو فراس وقال له هيدا الولد ابنك. خلصنا. كثير منيح، هيدا اضبط شي بتعمليه. يا الله شو بدي اعمل مع هالولد؟ شو بدي اعمل معه؟ أنا بدي إياك تحط كل طاقتك بالقصة. منا الخبرية هينة، بدها قوة، بدها نشاط، بدها حماس، بدها راس. لقيت لها من رقمي،
عملت لي بلوك. هي عادي، وإذا عملت لك بلوك يعني روح لعندها، روح دق الباب عليها. رح روح، رح روح. وبتعرف إذا أنت شاطر بتفوت مرتك بالدق، بتخليها تخش بإخواتها، بتخليها تفهمهم إنه علاقتكم أنتو مرتك بالمرة. معقول معقول، خليني شو بصير معي. طيب أنا رح أمشي، أصلاً دفع أنت الحساب، مش طالبين شيء إلا شاي. ما معي مصاري قلت لك. بفهم منك ما بدك تعطيني مصاري؟ ما بدي اعرف بالاول لشو بدك اياهم ووين بدك تصرفهم؟ عايزهم ضروري. بعدين انا ما اعطيتك كل شيء حتى تحاسبيني على الشيردي والويردي. لا بدي حاسبك وانت ما بتمنني، لانه انت عارف ليش سجلت لي كل شيء باسمي، لاني مسطر عليك بجريمه قتل صارت عندي هون ببيتي. يا سمر، هيدا الزلم اللي قتلته كان بده يسرق البيت. لا، يلي قتلته ما كان حرامي. شو كان؟ كان واحد من معارفك، شفتك انت وياه على الطريق قبل ما تقتله. تركيني من هالقصة يا سمر، تركيني منها. بدي اعرف مين هيدا اللي قتلته ابو طارق. يا سمر، هيدا زلمي كان بده يفوتني على الحبس، كان بده يبليني بلوة كبيرة أنا مش عاملها. بلوة شو؟ كان بده يتهمني بتجارة المخدرات. آه بس هيك؟ صدقيني بس هيك. صدقتك. وهلأ بدك تقلي لشو بدك المصاري؟ بدي اعمل مشروع صغير. وشو هو هالمشروع؟ يعني بدي استورد البضاعة وبيعها. وشو هي البضاعة؟ انه عم تحقق معي شو هو تحقيق؟ اي تحقيق. خليني افكر شو بدي استورد وبرجع بقلك. وأنا رح أعطيك مصاري، بس ما تنسى أني شريكتك بالربح والخسارة ما إلي فيها. ماشي ماشي. لازم تعمل جهد. ما تعطل همزاد، أنا بكرة رح روح عند آية على الجيم، بس إن شاء الله تقبل تستقبلني. لازم نتعب لحتى نوصل للهدف تبعنا. أكيد رح نتعب. بمجرد ما نوصل بوعدك أنك ما رح تكوني إلا مرتاحة معي، رح أعمل لك كل شي بدك إياه. لك أنت اللي بدي إياه. انت بتعرفي قد ايه انا كثير حابب انه يصير عندي الشركه اللي بحلم فيها، مش مثل شركه بيك بس انه شيء ومنه. وانا ما رح اتركك قبل ما تصير رجل عظيم بين العالم. أنا كبرت من يوم اللي عرفتك، ما في حدا بيحب وحدة مثلك وما بيصير عظيم وكبير. حبيبي أنت اللي بتكبرني، صدقني مش بالمصاري القصص، بمعاملتك لإلي. يا حبيبة قلبي يا سيما،
شو طلعت كذاب؟ واحد كذاب أكبر كذاب. كيف الشباب؟ ما بدي اوصيكم، سيما غالي علي، هيدي بنت الغالي. ما بدنا توصي. على كل حال شو بدكم تطلبوا مني؟ انا اسمي ابو طارق. منعرف. ابو طارق؟ لا شوفي. مرحبا. اهلين ابو طارق، تفضل. الله يزيد فضلك يا غالي. خير؟ شوفي يا بنتي يا سيما، هول مشروعين الكبار خلينا نبلش فيهم، عايش نقلل المروة، لأنه هودي فيهم أرباح كتيرة بكفينا خسارة. قلبك على الشركة ما هيك؟ ايه طبعاً قلبي على الشركة. ليه في شي؟ لا لا أبداً، رح نرجع نبلش بالمشاريع مثل ما كنا قبل. أها هيك بدي إياك من الأول. مبسوط هلا ابو طارق؟ طبعا مبسوط. انا بعرفك ما بتحبي تضري حدا، لا انا ولا غيري. شكرا على المديح. هاي الحقيقه، هاي حقيقتك انت، لانه تربيت المرحوم صائب الله يرحمه. الله يرحمه. بالاذن. اذنك معك. بونجور. أهلين. عرفتيني مش هيك؟ ولو حدا بينسى دينه والمشاكل اللي سببت لنا اياهم. ما أنا كرمال هيك جيت يا آيا. مس آيا. مس آيا، أنا جاي لوضح لك حقيقة شو اللي صار، وكان لازم شوفك وشوف أختك من زمان. آه، وأنت جاي تخبريني شو صار؟ طبعا لازم قلك، كرمال تبطلوا اخدين نظره سيئه عني. طيب خلينا نشرب قهوه، بتخبريني ساعتها شو صار وبالتفصيل. حاضر، رح احكي لك كل شيء وبالتفصيل كمان. مشي معي على المكتب اعملوا لنا قهوه.
أنا بتشكرك إنك قبلتي تستقبليني. ألو حبيبي، أنا رايحة على البنك هلا أسحب المصاري وأجي لعندك. وين بلاقيك؟ أوكي يا ناجي، باي. أنت الحق عليكي، كله منك، كله منك. أختي صارت بهالحالة النفسية التعبانة. أنا رح فهمك. شو بدك تفهميني؟ بابا لو ما شافها بهالحالة النفسية التعبانة ما كان كتب لك كل المصاري باسمه. معك حق، أنا كتير ندماني إني تزوجته لزيد، وشو ما قلتي عني أنا ما عندي مبرر. ليش شو بزيد؟ من لما تزوجته هو كل تفكيره عند سيما، وياما حس عليه بالليل وهو نايم عم ينده باسمها سيما سيما، لك حتى بالنهار بخربت باسمه وبينده لي سيما. لأنك سرقتي زيد من سيما ونزعتي لهم حياتهم. يا ريتني لا سرقته ولا تزوجته، أنا عايشة معه بالغصب. أنا ما بقى فيي أتحمله، صرت عايشة معه مثل الغريبة. كل هالقد صاير معك؟ عم شوفه قاعد معي وقلبه وفكره مع غيري. أنا كنت أتمنى أتزوجه وكنت بحبه، بس ما كنت عارفة إنه ما بحبني. أنا تعبت وجيت لحتى أعترف لك إنه زيد ما بحبني لإلي، بعده بحبها لأختك سيما. بعد شو جاية؟ بعد ما خربتي كل شي بينه وبينه؟ استاذ مروان، نحن بدنا نبلش بالمشروع رقم 2، ضروري أعرف منك وين وصل المشروع. هيدا المشروع صار على آخر، مش ناقص إلا أن ننهي تلبيس من برا. كتير منيح، لكن نحن لازم ننهي كرمال نسلمه لأصحابه. ما تعتلي هم، كله على الوقت. وشو من شان المشاريع يلي هني قايد الإنشاء والتخطيط؟ ترك لي يون هلأ لحد ما أنا قلك تبلش فيهم. طيب وأبو طارق شو نعمل معه؟ روح لعنده واتفق معه، بركي بتبلشوا بالمشروع رقم 2 وبتنهوا. طيب والمشاريع الكبيرة يلي هني قايد الإنشاء والتخطيط، لازم تعرف إذا توقفوا وقت طويل الخسارة رح تكون كبيرة على الشركة. معلش أنا هيك بدي، بدي أشوف شغله لأبو طارق وبقية الموظفين. مثل ما بدك، يلا رح جيب لك المخططات وإجي. قلني ناطرتك. كل شي بيتصلح مسايا. كيف بده يتصلح؟ كيف؟ بيتصلح. جوزك معه خبر انه انت جاي لعندي؟ لا منه عارف، بس انا جيت لعندك لحتى توصلي له الرسالة لأختك سيما وتقلي له انه زيد بعده بحبها. سيما مستحيل تقبل، زيد جرحها كتير، بعدين الأسباب الجاية عم تقولي لي اياها كلها مرفوضة. انت اسأليها وقولي لها شو خبرتك. يعني بفهم منك انك رح تتطلقي انت وزيد، رح تتركوا بعض، ولا شو مفكرة دينا؟ ما بعرف، بس انا بحبه لزيد، ولاني بحبه بحب شوفه مبسوط مع يلي بحبه وقلبه وعقله معه. حيرتيني دينا، يعني انا صحي بدي اختي سيما تتجوز وترتاح ونحنا كمان كلياتنا نرتاح، بس انا ما بدي اياها تحس عليك انك جاي تا انا اكون وسيط بينك وبينه وبين زيد. انا ما بدي شيء، انا شو جايني من كل هالقصة؟ بالعكس انا رح نخرب بيتي. انا كل اللي بتمناه منك انك تأمني لي موعد معها لحتى اعتذر له وصالحها واشرح له عن كل يلي صار. شو مس آية؟ رح تحكيها؟ رح جرب. ورح تسمحي لي زورك مرة تانية؟ ماشي تعي. أخذ من وقتك، يلا بالإذن. فضل. مرحبا أستاذ أبو طارق. أهلين أستاذ مروان. بس جيت حتى بلغك انه مس سيما طلبت مني خبرك انه نحن رح نكمل بمشروع رقم 2، بس رح نوقف المشاريع الكبار اللي هن قايد الانشاء. كيف هيك؟ كيف بتاخد قرارات من دوني؟ هيدول المشاريع ميزانيتهم كبيره وارباحهم اكبر. يا استاذ ابو طارق انا شو طالع بايدي؟
هي صاحبة الشركة وهي هيك بدها. مش هي لوحدة صاحبة الشركة، أنا كمان صاحب الشركة، ما بصير تشتغل على كيفها. حلوة ولا قصة؟ عمول معروف وطي صوتك ما طعيت علي. صاحبة الشركة موجودة بمكتبة، روح وتفهم أنت وياها. طبعا راح روح، شو لكان؟ شو هيك فوضى الدنيا من راسها تتصرف؟ مش معقول ولو؟ باتفقنا نشتغل بالمشروعين الكبار؟ لا وقف فيهم، هول المشروعين فيهم أرباح كتيرة والمشروع الصغير بيمشي لحاله. خلص بكفي يا سيما. خلصت حكيك؟ لا ما خلصت، بدي أعرف ليه عملتي هيك. أنا شايفة إنه مصلحة الشركة هي نكمل المشروع رقم 2، وأكيد أنت حريص إنه تربح الشركة مش إنه تخسر، ما هيك؟ طبعا طبعا. كتير منيح، فلازم نسلم المشروع لأصحابه ونخلص وبعدين منبلش بالمشاريع الكبار. الله يرضى عليك يا سيما. خلينا نبلش فيهم. المشروعين واقفين ليخلص المشروع الصغير، وغير هيك ما عندي حكي. ماشي، أنا رح سايرك بس كرمال مصلحة الشركة. وأنا بتشكرك لأنك حريص على مصلحة الشركة، يعطيك العافية. الله يعافيكي يا غالي. ما بدك تتركني بحالي؟ كتير منيح، اصطفل، تحمل مني قد ما بتقدر، أنا بفرجيك. لا ما شو بدها هدي؟ شو جنت يعني؟ يعني شو هالبنت هاي؟ بدها تكرهني بالشركة؟ تفضل. الله يخليك يا استاذ. شو في انت التاني؟ استاذ مرتي مريضة وبدها تحاليل ضرورية. شو دخلني فيك وبمرتك؟ حضرتك قلت لي إذا عزت شي بأجي لعندك. قلت لك وغيرت رأيي. تفضل، الله معك. أمرك. ليك روح لعند معلمتك خليها تساعدك. ايه ما نروح، ليش لا؟ تضرب انت وعيلتك وعيلة مرتك وعيلة صاحب كمان. خير أسعد؟ في شي؟ ستنا بدي أطلب سلفي على معاشي لو سمحت. وليه بدك سلفي؟ صاير شي معك؟ مرتي مريضة وبدي أخذها على المستشفى، وبتعرفي تحاليل دم وأدوية و... سلمتها، شو مرضها؟ والله ما بعرف يا ستنا، يوم بتطيب ويوم تمرض، وأنا ما في علي إلا إن عم بدفع مصاري وما في فايدة. قدي لازمك؟ يعني نص المعاش بسيسر لي أموري. طيب مروح عند المحاسب شادي وخذ معاشك كامل. كتر خيرك يا ستنا، كتر خيرك. يعطيك العافية. حسام. نعم. انت ليش ولا مرة جبت لي سيرة أهلك؟ ما سأقبت وانت ما سألتيني. بس أنا عبالي أعرف كل شي عنهم وأتعرف عليهم. بدك تعرفي على أهلي؟ إيه، وياريت فيي أشوفهم عن قريب. شو بدك تشوفي فيهم؟ إنه أتعرف عليهم، أتعرف على أمك، بيك. ما في داعي تعرفي على حدا منهم. ليش؟ عادي تخبرك. عم بسمعك. أنا جيت على الدنيا وما بعرف مين بيي. ولهلأ ما بتعرفه؟ لا، بعرف إنه تجوز أمي وسافر، بس نفسي أعرفه.
يعني مطلق امك؟ ايه امي مطلقه من زمان. عندك اخوه؟ لا ما عندي. في اتعرف على امك؟ لا. ليش؟ هيك. هيك بنكون عم نسكر كل شيء من برا. بس مس سيما انا لازم الفت لك نظرك اني ماني مرتاح لابو طارق. ما بحسه رح يضل ساكت من يلي عم بشوفه عم تعمليه. شو بتتوقع يعمل؟ صراحه ما بعرف، بس بدي اياك تديري بالك منه. ما بيقدر يعمل شيء. مس سيما ابو طارق ما بيستهين فيه. المرحوم بيي كان يحسب له حساب. كان يحسب له حساب لانه كانوا ماضيين عقد شراكه بيناتهم، وهيداك كان يستغل العقد وياخد الأرباح مع أنه هو ما بيستحق شيء. شو ما كان هلا ما بعرف شو هو الكونترا اللي كانوا ماضيينه بين بعضهم. المهم أنت ضلك منتبه منه. مرسي على النصيحة. يلا بالإذن. أستاذ مروان تفضل شوي. بدي أسألك في شيء؟ لأنه مش حاسيتك على بعضك اليوم. ايه بس ما بدي عطلي كم. ابن خيي مريض ولازمه علاج. انا بعتذر. انت بحاجه لاي شيء؟ انه فيني ساعدك ماديا؟ لا 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 ابدا، الحمد لله مأمن كل شيء. بس الولد مريض كتير وهيك شيء بوجع. سلامته. شو به هو تحديدا؟ معه سرطان بالدم. عن جد بعتذر. هلا شو عم تعتذري؟ بكفي انك سألتي واهتميتي. هو فكرة انه ولد عم يتوجع وبده علاج طويل، هيدا بيخليك من جوا مقهورة. اذا بده سفر او اي شيء انا مستعدة سفره واتكلف بكل المصاريف. لا لا هلا ما في داعي ابدا. وحتى لو صار نحن عائلة الحمد لله مرتاح ماديا، بيهمنا انه الصبي يقوم بالسلامة، وهيدا اللي عم نصلي كرماله. ان شاء الله يصير احسن. سلامته. الله يسلمك. كلك ذوق بالسيما. عندي قلب بس وين قلبك انت؟ في وجع مطرح ما انت سكنت. صرت حس الاه تسلاي، وصار الوجع يحكي عالمراي، وصار البكي بعيني انا ما الو غاي. هو بموت اولك كلها بلكي بيجرحك صوتي، وبتصير مثلي بالهوى تذكار، وتبقى لوحدك ترسم نهاي. وتموت أولك كلها موتي، متت بلكي بيجرحك صوتي، وبتصير مثلي بالهوى تذكار، وتبقى لوحدك ترسم نهاي. عندي قلب تيحس غني، ولا عاد في عندي دمع يكرش بعيني. سرقت الوقت مني انا بكيت عيني، دوق الوجع
وجع مثلي انا تتفهم علي موت اولك كلها موتي متت بلكي بجرحك صوتي بتصير مثلي بالهوى تذكار وتبقى لوحدك ترسو منها كلها موتي وبتصير مثلي بالهوى تذكار وتبقى لوحدك ترسو منها